بمشاركة أزيد من 50 عارضا يمثلون 33 علامة تجارية في قطاع السيارات و13 نوعا من فئة الدراجات النارية الكبيرة. ولأول مرة بفضاء مطار الدار البيضاء أنفا القديم على مساحة تفوق 80 ألف متر مربع وبحضور سعد الدين العثماني ومحمد نجيب بوليف، سيتيح هذا المعرض في دورته 11 لجميع العلامات التجارية عرض أحدث وآخر الموديلات والابتكارات التكنولوجية. هذه الزيارة بالنسبة لي مهمة جدا، لأن أولا باش نشجع هذه المبادرة اللي هي مستمرة منذ سنوات، هذه الدورة 11 لهذا المعرض ديال السيارات، فهي مهمة. والمعرض دائما الأهمية دياله أنه كيعرض الجديد، الجديد على المستوى التكنولوجي، الجديد على مستوى الإبداع والإنتاج في مجال السيارات. هنا السيارات المنتجة محليا اللي هي مغربية والسيارات المستوردة، فإذا هذا شيء مهم لأنه كيعرض هذا التطور اللي وقع في قطاع السيارات باش الناس يعرفوا هذا التطور ويوقع تطوير هذه الصناعة وتطوير هذا القطاع. والمعرض 11 للسيارات هو بالنسبة للمغرب فرصة، أولا المهنيين باش يعرضوا داك الشيء كل ما هو جديد، ولكن أيضا بالنسبة للمواطن المغربي باش يشوف شنو جا، وأيضا باش نحاولوا أننا نطوروا القطاع. تعرفوا أن الاستثمار في قطاع ديال السيارات اليوم من حيث الاستثمار هو الأول على الصعيد الوطني، ولكن أيضا على الصعيد الصادرات استطعنا أننا نتجاوزوا العدد ديال الصادرات اللي تنديروهم في الفوسفات، وهذا في إطار المهن الجديدة المستقبلية غادي يعطي واحد النفس للمغاربة ويعطي أيضا نفس للقطاع. تنتصوروا أنه المعرض في الفضاء هذا الجديد تنتصوروا غيجيوا واحد 200 ألف ديال المواطنين، وبالتالي القطاع تنحاولوا أننا نحط من الرقم القياسي اللي حطمناه 2016 من حيث المبيعات. المعرض ديال هذه السنة هذه يعني بحكم يعني المنصب ديالي كرئيس جمعية مستوردي السيارات في المغرب، اللي يمكن لي نقول لكم هو انه جولة متميزة بواحد العدد ديال المسائل. اولا الموقع اللي كيف كتلاحظوا درنا فيه لوتو اكسبو اللي هو كازا انفا، واحد المكان اللي كيتيح لنا المساحه الكافيه باش نستقبلوا جميع الزوار في واحد يعني لي كونديسيون لي اوبتيمال. ثانيا عندنا جميع العلامات، وعندنا حتى علامات جديده اللي جات كتقدم في اول مره، عندنا تكنولوجيات جديده اللي جات هذه السنه هذه لتقديم العروض ديالها، وهذا في حد ذاته مشجع. البداية ديال النشاط ديالنا غادي يبدا بمناسبة هذا المعرض، وكيف شفتوا كيف من خلال العرض اللي درناه يعني جميع انواع السيارات الخاصة معروضة، ادام، كورسا، استرا، كروسلاند، انسينيا، وحنا هذا هو البداية ديال الاكتيفيتي ديالنا. وكنتوقعوا بان غادي يكون حنا اون فو ديفلوبي اون فو بغينا نطوروا المبيعات ديال اوبل. وكيف لاحظتوا يعني العرض ديالنا درنا واحد العرض خاص كيشتمل على واحد الثمن خاص، الثمن ديال لونسمون فينانسمون 0%، وعطينا واحد دي زافونتاج في التيرم او التيرم ديال لا بريفونت، وهي 2 ans d'entretien gratuit avec limite واحد لا ليميت ديال 30000 كيلومتر، ديال نعطي لا بوسيبيليتي للناس اللي بغاو عندهم سيارات وبغاو يبدلوها وياخذوا سياره جديده، دونك حنا نقدروا نديروا لا غوبريز ديالهم. Je suis très heureux d'être, de représenter mes brands dans cet événement vraiment important pour le Maroc et pour la clientèle, pour nos clients, pour les, nos clients au Maroc. Et on a enfin complété, tout notre, complété notre gamme
sur tous les brands, de Fiat, Alfa Romeo, Jeep. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un focus principal sur Fiat parce qu'on est, on peut répondre au mieux aux exigences, aux besoins de nos clients, surtout avec des produits phares comme les Fiat Fiorino, aujourd'hui à moins de 100 000 dirhams, en offrant une qualité et une motorisation d'exception. Nous arrivons sur le salon Auto Expo avec toute notre gamme qui a été enrichie d'un nouveau modèle qui est la nouvelle Polo qui est présentée ici en avant-première au salon, sur le stand Volkswagen au salon Auto Expo 2018. La sixième génération de la Polo se différencie par rapport à la précédente par un gabarit beaucoup plus imposant, beaucoup plus important. Elle est plus longue, plus large, il y a un empattement plus rallongé et ce qui donne une vie et une surface de vie à l'intérieur beaucoup plus confortable. En proposant beaucoup la boîte automatique parce que c'est qu'on pense que la boîte automatique est l'avenir et que d'ailleurs dans notre mix elle représente une part très importante puisqu'elle dépasse les 50% de nos ventes sont en boîte automatique aujourd'hui. متواجدين في ستاند ديال العلامه ديال هيونداي دونك هادي متواجدين في لا 11ème اديسيون ديال سالون اكسبو. حنا اليوم كنقدموا لكم المستجدات ديالنا. من بين المستجدات عندنا هاد الاس يو في كونا اللي هو متواجد ب ان موتور اسانس وبان بري دو لانسمون ديال 229000 درهم. الوغ لا فاريونت ديزل غادي تكون ديسپونيبل من هنا للخر ديال السنه ان شاء الله. عندنا كمستجدات ايضا عندنا اليونيك هايبريد. الوغ الهايبريد الهايبريد التكنولوجيا هايبريد هي لاسوسياسيون ديال دو موتور موتور كيشتغل بالوقود وموتور كيشتغل بالالكتريك. الوغ من بين المميزات ديال هاد السياره ولا التكنولوجيا الهايبريد هي اول مميزه ديالها هي انها سياره اللي ما كتستهلكش البنزين بزاف, يعني كتستهلك بحال الديزل اولا قل كاع من الديزل, وانها صديقه البيئه ما كتلوتش بزاف. هذا معرض السيارات هو معرض مهم لنا لاننا كنستدعوا من خلاله اننا نقدموا المنتوجات وسيارات سيترويل الجديده وكذلك العروض الخاصه بالزبناء تاعنا لانهم كيتسناو هذا المعرض. دونك في هذه السنه المنتوجات الجديده هي سيترويل سي 3 اير كروس اللي كتدخل ضمن السيغمون تاع البي اس يو في اللي هو واحد السيغمون فيه طلب كثير من طرف المغاربه. والمنتوج الثاني هو سي 4 كاكتوس دونك سيغمون تاع لو سي اتش حتى هو سيغمون عليه طلب كبير. ودونك هاد المنتوجات جداد حطيناهم وقدمناهم لاول مره في لو ستون تيتروين في معرض السيارات. سعيدين باش نكونوا موجودين لي مارك جاكوار لاند روفر في هذا المعرض. دونك عندنا دي زوفر سبيسيال للمعرض اوتو اكسبو بوغ لا مارك لاند روفر. كاين الموديل الجديد هو اي بيس اللي
جا باش يكمبليتي لا غام ديال لي 4x4 ديال جاكوار اللي غادي يتيح الفرصه لزبناء جداد اللي يجيو للسيغمون ديال هاد لي اس يو في ديال لا فيل. عندنا الموديل اكس او والموديل اكس اف الاف بيس والاف تايب والاكس جي. كوتي ديال لاند روفر عندنا واحد سيري ليميتي بلاك اديشن ديال رانج روفر ايفوك اللي كتمنح للزبناء اكثر من 300,000 درهم ديال لي زوبسيون غراتويت. المعرض ديال هذا العام عندنا البرودوي فار ديالو هو الاكس 40 اللي هي سياره من نوع 4x4 ولكن مديوره الاكثريه للمدينه. عندنا عروض ايغالمون على ديفيرونت غام في لي اس يو في ماكسين بزاف هاد العروض على لي 4x4. عندنا الاكس 60 والاكس 90 هاد جوج سيارات بجوج. الاكس 40 خدا السياره ديال لو تروفي ديال فواتير دو لاني في المعرض ديال جنيف في شهر 3 والاكس 60 خدا لو لا فواتور دو لاني مونديال في اوز ايتازوني في الشهر اللي فات. عندنا دو بون بري في المعرض وعندنا ايغالمون اون غام تري لارج. يمكن لك تاخذ سياره غتمشي يمكن من 20 يمكن لا توصل حتى ل 60 على حسب لي زوبسيون اللي فيها. Sur notre stand cette année, Nissan a plusieurs nouveautés. Nous avons notamment le Nissan Qashqai qui vient d'être lancé sur le marché marocain depuis quelques mois. Et puis, comme tout le monde sait, le Nissan Qashqai c'est le best-seller dans le segment des SUV, le segment des 4x4. Nous avons également une Citadine qui vient de compléter notre gamme. C'est la Micra qui vient d'être lancée sur le marché depuis quelques mois. Et puis nous invitons les clients à venir découvrir le stand Nissan pour pouvoir découvrir l'ensemble de nos offres, produits et nos promotions. Bah, pour les prix, là, je peux vous annoncer que la nouvelle Nissan Micra en diesel commence à 139 000 dirhams. Et puis nous avons d'autres offres en parallèle. Nous avons une offre prix, une offre crédit, notamment des crédits gratuits, une offre assurance. Et une offre sur tout ce qui est entretien périodique et service après-vente. بالنسبة للا مارك ديالنا اللي هي لا مارك بيجو هي مناسبة لينا باش نعرضوا السيارات ديالنا وسورتو السيارات اللي بغينا نبيعو في المغرب. دونك عندنا واحد لا سيغي سبيسيال اللي سميتها باك اديسيون اللي عملناها في النيفو 2 ديال السيارات اللي كتحققوا فيها مبيعات مهمه اللي هي 208 و 301 والبارتنير و 308 و 508. سياره هاد السيارات وليزا بيان ايكيبي درنا فيهم جميع المواصفات اللي مطلوبه عند الزبناء المغاربه بحال الجانطاسيون الومنيوم بحال ليكرون تاكتيل بحال لي ليد بحال لو غادار دو ركول اي بي ابري كنعرضوا على الزبناء ديالنا ايضا واحد القرض ديال 0% اللي كيمشي على 48 شهر افيك دي زافونس ديال 30 حتى 50%. وعندنا واحد لو بول ديال لوفر اس يو في. اول مره شركه بيجو في المغرب كتعرض واحد عرض خاص ديال لي اس يو في المتكامل اللي فيه 308 و 2008 و باردون فيه 2008 3008 و 5008.
niveau de notre stand de voitures, l'une des voitures qui est exposée pour la première fois, c'est la Jazz. Donc c'est un modèle 2018 qui a été relifté donc, par rapport à l'ancienne. Et ce qui a été changé sur cette voiture, il y a des choses qui sont visibles de l'extérieur et un changement à l'intérieur de la voiture. Concernant la partie extérieure, ils ont changé carrément l'avant. Donc la partie avant, le pare-choc avant, la calandre a été changée avec une partie beaucoup plus chromée, avec un H qui est beaucoup plus imposant, le H Honda, ce qu'on appelle le H dans le H. Donc il y a un H au niveau de la calandre et on a mis le grand H sur la calandre chromée. Donc l'avant, comme j'ai dit, il y a le pare-choc, la calandre, les phares aussi, tout ce qui est optique, ils ont changé. Du point de vue motorisation, donc la motorisation n'a pas beaucoup changé, mais il y a une légère amélioration. Donc ça développe 101 chevaux. Et pour le couple, il est de 123 Nm qui est développé à, je pense, à 4000 tours par minute. Pour le prix, on a fixé un prix, je dirais, forfaitaire à l'occasion du salon. C'est un prix salon spécial. Donc le modèle, il est à 155 000 dirhams pour la manuelle. من المعرض اوتو اكسبو بالنسبه لداسيا كان لونسي موديل جديد اللي هو نوفو دوستور اللي ابتداء 129900 درهم. وبالنسبه لغونو عندنا منتوجات جديده اللي هي نوفو كوليوس ونوفو كابتور. ابخي بالنسبه للعروض التحفيزيه اللي عندنا اليوم، عندنا عروض بالنسبه للي كليون اللي هي ان كريدي غراتوي بالاضافه الى دي روميز اكسبسيونيل. احنا في الفورد عندنا جوج سيارات متميزات، هما موديلات جداد اللي غادي نلونسيو في هذا الصالون. عندنا الفيستا جديده كما سبق بانه بريزونتيناها لابريس الاسبوع الماضي، سياره متميزه على جميع الاصعده من ناحيه لا طاي ديالها، من ناحيه لي زيكيبمون ديال، من ناحيه لا كاليتي ديال الفيكول، لي زيكيبمون، لي موتور اللي فيها حتى هما. واليوم عندنا واحد موديل جديد متميز حتى هو فورد ايكو سبور. هو هاد السياره اللي كنشوفوا اللور 4x4 صغير سور لا سيتادين. هو واحد لو سيغمون اللي دابا ولا عليه الطلب كثير من ناحيه الزبناء لا في العالم وحتى في المغرب، لانها كنتبعوا حتى حنا الموضه. و خصوصيات ديال هاد السياره بانها عاليه على الارض، الجلسه مريحه، لاسباس انتيريور، والشكل ديالها الشكل ديال 4x4 وكتبقى مجموعه بالنسبه للمدينه اكسيسيبل. اذا الانسان اللي كيستعمل الطوموبيله بزاف في المدينه وداك الشيء، هذه هي السياره اللي توالمو. في هذا المعرض هذا ديال 2018 ديال السيارات كنقدموا الجديد ديالنا، هو لو نوفو اس يو في كودياك. Donc c'est un nouveau SUV qu'on propose, qu'on a mis en 294 dirhams, il a mis en 294 dirhams, boîte automatique et transmission 4x4. C'est un deal Skoda, ça reste l'achat malin et ça reste le meilleur rapport qualité-prix. Yani, quand tu as un automobile, la qualité, un thème qui est accessible à la clientèle marocaine.
هذا المعرض إذن وعلى مدى 10 أيام سيتمكن فيه العارضون من عرض آخر موديلات السيارات والابتكارات التكنولوجية الحديثة، كما سيكون فرصة للزوار لاختيار سياراتهم والاستفادة من العديد من العروض الترويجية.